أبدا ما يحتاج. أنا حبيبي أنت، أنت بديت معد وبعدين صرت مذيع، الفترة الانتقالية هذه أو الانتقال هذا السويتش هذا متى صار وكيف و... يعني سولف لي عنه. لا أنا ما بديت معد، أنا بديت توظفت في قناة الإخبارية 2004 قبل ما تفتح تقريبا بشهر. صح. موظف في الشؤون الإدارية عادي. ما كنت في الإعداد؟ ما كنت أبد، كنت في الشؤون الإدارية لدرجة أن طبعا ضبطت كل الموظفين بما فيهم مدير القناة الله يذكره بالخير محمد بريان، لين صرت سكرتيرة يعني. فلما جاء محمد التونسي، طبعا تم تغيير مدير القناة محمد بريان محمد التونسي، هنا قش الحاشية القديمة. أوكي. فانتقلت القسم المونتاج الأفلام الوثائقية. حلو. عارف صليب يطلع، صليب يطلع أنا اللي قصة كنت الأشياء اللي كانت محظورة ذيك رقابيا في يعني في القنوات رقابيا عندك الأشياء اللي استوى خلاص وتتابع الفيلم الوثائقي وتقطع فيه. استمرت يمكن تقريبا سنة أو سنة وشوي في القسم هذا، بعدين ناداني واحد من الشباب قال لي مش اطلع معي. قلت وين رايك؟ قال طالع والله بسوي لقاءات. كان برنامج على قناة الإخبارية سؤال اليوم. حلو. وذيك الفترة كان ضارب يعني. فطلعت معه تمشية، وذيك الأيام من يدخل فيصلية تذكر يعني. اي طبعا. ما يحتاج أقول لك. صحيح. فداخل رسمي ما حد يقدر يتكلم علي يعني. فبعدها كذا يمكن نص ساعة شوي أعطاني المايك وكان بيروح يخلص له شغلة يعني. شوي قال لي خلص بس كم لقاء كذا أخذ مع كم واحد وقفل، عشر دقائق بجيك. كم راسل يعني؟ ما أدري وين غطى الولد. أي كم راسل كان يطلع أصبعي بس الكبير يعني، بس هذا. أوكي حلو. هذا أول شيء طلع في أول شيء أول شيء طلع في هذا أول شيء اشتهر منك. بالضبط. ف حبيت الشغله. يا سلام. طيب ثاني يوم دخلت على ابو عبد الله قلت له اسمع انا ابغى اكون في برنامج سؤال اليوم. طبعا لقيت معارضات من اخواني اثنين كانوا شغالين معي في الاخباريه. ومحمد التونسي ذيك الفتره كان مره صارم يعني ما يمزح، وخصوصا في البرنامج هذا تغلط اعتبر انك باي باي خلاص مفصول.